راجا مالك شرفين دبرنا شوية على الخدمة ديالك. الخدمة ديرها هادي أعوام أعوام من لي قلت لك تزوجت هنا وأنا خدامة في البحر. شحال دابا هادي من عام؟ راه شي 12 عام ولا 15 عام 12 عام 12 عام وأنا في هنا. أنا مهنتي البحر. بعدا كنلقط الخزة ومن بعد الخزة كنلقطو داك الشوك تاع البحر تا هو كنبيعوه للعطارة ومن بعد الشوك الوقت ديك الببوشه ديال البحر حتى هي كنت كنبيعوها كشي وحدين كيجيو من الغرب كيديوها خمسة ب 100 ريال من شهر شهر كنخدموا هاد الخزه. دابا الخزه خدمناها في شهر 8 طال شهر سميتو وسالات شهر واحد سالات نتفوها ونخرجوها في الخناشي نيت الخنشه هذه وكان نشروها وملي تكرم نجمعوها تنجمعوها حقايا شي خمسة الخنشات ولا عشرة ولا هذا كيجي البيع كيعبرهم كيديهم. وارتاحيت في البحر خدامه في البحر وين درك قلال صحتي مابقاش كديت عليه. ودابا راه شي 6 شهور كتهرس من رجلي منيت في البحر صافي ريحت. شنو كيعجبك؟ نعاون بها الزمان. سمعتي نعاون بها الزمان هاد الخدمه ما نفس هي وماشي حاجه اخرى. ها هي كنخدم في البحر وعر البحر والثقل تتهزي داك الخيط والما يقطر عليك ما تقديش على بنتي. نقول انا ما تقديش عليها راه عندي بنتي نيت وما تدخلش ليها ما... ها هي وراه فيها الفلوس دابا تعبري تقولي السيمانه المهم ملي تكمل الماريه كتعبري هذا تصوري فيها 7000 8000 4000 وراه عندي مهنة كبيرة عندي أنا يعني كنفرح ملي يكون عندي الفلوس كنفرح بلا ما ندير راجل ولا ملي كانوا وليدات صغار وأنا نقاسي في البحر تكبرتهم اللي قرا واللي خرج من المدرسة خرج دابا تما متبع البحر هذا متبع أزويتر هو كيبيع فويشري فيه وواحد خر دار فلوكة خدام في البحر مجوج بوليداته واحد الولد اللي مريض مسكين ما خدام مع المرأة بالخبز تطيب الخبز وتبيع. كنقول العيالات خدموا بالقليل غادي يجاب الله الكثير.